أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأشبال. لحظة فارقة تعيشها القدس المحتلة وفلسطين الحبيبة وغزة المناضلة، لكن نصر الله قريب. الكلمات تعجز عن التعبير عما في القلوب، لكن الدعاء لأهلنا في فلسطين لا يتوقف. اللهم احفظ فلسطين وأهلها من كل شر، اللهم انصر أهل غزة على من عاداهم وثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم ارفع الحصار عن غزة وانصر أهلها على الظلم والعدوان، آمين يا رب العالمين. بالأمس كان في مباراة مهمة لمنتخبنا الوطني أمام منتخب الجزائر، مباراة امبارح كان بيترقبها الجميع وكان ينتظرها الجميع، إنها كانت مباراة مهمة. مباراة ودية لكن كانت واخدة طابع الرسمي. دايما مباريات منتخب مصر مع الجزائر مباريات بتكون حلوة، مباريات فيها كرة جميلة، أيضا مباريات فيها ندية بشكل كبير، نظرا إن الفريقين عندهم نجوم كتير. أيضا المباراة كانت مقامة في مدينة العين الإماراتية. شفنا امبارح تواجد جماهيري كبير جدا، سواء من الجانب المصري، الجالية المصرية وجماهير اللي بتشجع منتخب مصر، وأيضا من الجماهير اللي بتشجع منتخب الجزائر، ودي كانت صورة حلوة. امبارح شفنا المصريين قاعدين جنب الجزائريين. شفنا في السنين اللي فاتت كان في كلام دايما بيبقى كتير بالسلب عن هذه المباراة، لكن الصورة الحلوة بالأمس امبارح، ولسه هنتكلم عن النواحي الفنية، إن المشجع المصري قاعد جنب المشجع الجزائري، وهي دي الصورة اللي احنا دايما بنعتاد أو بنحب نشوفها في جميع ملاعبنا. هي دي الصورة اللي بتجمع دايما الأشقاء العرب ببعض. بعد المباراة اللي بيفوز بنقول له مبروك، الخاسر بنقول له هارد لك. وامبارح كانت مباراة فيها مكاسب كبيرة جدا، قلت لحضراتكم البداية كانت من المدرج. امبارح كانت استاد العين في الإمارات كان مكتظ بالجماهير المصرية والجزائرية، وكانت الروح حلوة ما بين الجماهير. نروح بقى للجانب الفني، مباراة مهمة لمنتخب مصر في الأجندة الدولية قبل الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 اللي هتقام في كوت ديفوار. الأجندة الدولية المرة دي مختلفة علشان مباراة كبيرة، مباراة مهمة آخر الاستعدادات. امبارح منتخب مصر وهو بيلعب أمام الجزائر وهو كامل العدد كان ليه الغلبة وكان ليه التفوق وليه السيطرة وكان ليه شكل، تحس ان اللعيبه في تنظيم سواء دفاعي او هجومي. المباراه صعبت داخل الملعب بعد طرد محمد هاني، وده انذار للعيبه هنا وانت داخل على مباريات مهمه، لكن تجربه كانت مفيده جدا لفيتوريا واللاعبين. انت معرض في المباريات الرسميه تلعب ناقص واحد، لكن جات لك في مباراه وديه. ازاي النهارده والمباراه صعبه امام منافس قوي، منافس ليه شخصيه، عنده من اللاعبين المميزين سواء في الملعب او خارج الملعب، ازاي النهارده لعيبه مصر وفيتوريا هيتعامل مع المباراه؟ امبارح اجاد بشكل كبير سواء في التغييرات او في توظيف اللاعبين داخل الملعب. في بدايه المباراه كان محمد صلاح بيلعب المنتخب 4-4-2، وكان محمد صلاح في الناحيه الهجوميه بيلعب راس حربه تاني مع مصطفى محمد، وكان زيزو هو اللي بيقفل ناحيه اليمين. لكن بعد الطرد محمد صلاح رجع مركزه ناحية اليمين وبدأ يشتغل في مساحة الميت متر. عمر كمال نزل مكان زيزو. الروح كانت حلوة في منتخب مصر حتى بعد تغيير زيزو بعد 30 دقيقة، وهي تغييرة اضطرارية للمدير الفني وهو خارج من الملعب زعلان ومتضايق، لكن الروح حلوة بين اللعيبة. عمر كمال نزل وأدى بشكل مميز جدا ناحية اليمين. منتخب مصر رغم النقص العددي كان لكن منتخب ليه شخصية، وعلشان كده امبارح الناس بدأت تنظر لمنتخب مصر نظرة تفاؤل، نظرة فيها أمل للفترة اللي جاية. كانت الفترة اللي فاتت كنا بنكسب لكن الأداء ما كانش مقنع للناس بشكل كبير، انك انت الناس كانت خايفة مع أول مواجهة قوية ممكن الأداء يحصل فيه، لكن امبارح قدر لعيبة منتخب مصر وفيتوريا يأكدوا للجمهور ان احنا عندنا جيل وعندنا منتخب محترم. منتخب مصر وهو امبارح بيلعب ناقص
قدر يتقدم على المنتخب الجزائري بكرة عرضية من علي جبر. قدر امبارح، قدر منتخب مصر حمدي فتحي انه يسجلها، ودي ميزة حمدي فتحي دايما في الكرات العرضية، بيدخل بيدوس في ال18 بيقدر يسجل. حمدي فتحي اللي بيمر بأفضل فتراته الكروية سواء كان مع النادي الأهلي قبل الاحتراف أو مع منتخب مصر. امبارح واحد من اللاعبين المميزين اللي بيحرسوا عليه منتخب مصر محمد الشناوي، ولازم نقف هنا عند محمد الشناوي قائد منتخب مصر. محمد الشناوي واحد واقف في حراسة مرمى منتخب مصر ليه شخصية. محمد الشناوي وانت قاعد، انت قاعد مطمن اي كورة صعبة هتروح على منتخب مصر عندك حارس كبير بيقدر يتعامل مع الكرات الصعبة. لولا محمد الشناوي في اخر 10 دقايق مع ضغط منتخب الجزائر ومنتخب مصر متقدم كنا ممكن نخسر المباراة دي، لكن كان ليه كذا تصدي رائع في نهاية المباراة في الشوط الثاني. ايضا واحد من مكاسب المباراة بالامس محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم ايضا بيمر بافضل فتراته الفنيه، تحس انه لعيب كبير اكتسب خبرات سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر. محمد عبد المنعم واحد دلوقتي من العناصر الاساسيه في الكره المصريه في النواحي الدفاعيه وفي خط دفاع النادي الاهلي، وبنشوفه ما شاء الله اداؤه الرائع مع النادي الاهلي وايضا مع منتخب مصر. حمدي فتحي امبارح كان ليه دور مهم ايضا برضه، سواء في النواحي الدفاعيه وانت ناقص واحد، وازاي كان بيقدر يرجع ويغطي، وكميه الجري الكبيره جدا اللي جريها حمدي فتحي وهو موجود في المباراه سواء في النواحي الدفاعيه وايضا في التكمله الهجوميه. تحس ان منتخب مصر امبارح ما كانش بيلعب ناقص واحد، ليه؟ علشان كميات الجري الكبيره اللي احنا شفناها من حمدي فتحي في وسط الملعب. محمد صلاح ايضا واحد من نجوم المباراه بالامس. محمد صلاح تحس ان هو ده محمد صلاح بتاع ليفربول مع منتخب مصر، بيشتغل في مساحه ال 100 متر، بيشتغل في مساحه ال 100 متر، بيأدي الدور الدفاعي بشكل كبير وايضا النواحي الهجوميه بشكل مميز جدا. فعلشان كده يعني انا بختصر منتخب مصر في الاربع لاعبين: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، محمد صلاح، في الاربع خطوط سواء حراسه المرمى، في الدفاع، في خط الوسط، في الهجوم. الاربعه امبارح كانوا ادوا دور كبير جدا. ايضا كل اللاعبين، ما نقدرش نبخس حق اللاعبين، ما نقدرش نبخس حق الجهاز الفني وريو فيتوريا اللي ادى امبارح مباراه كبيره جدا. علشان كده الجماهير المصريه بتعقد امال كبيره على منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه اللي جايه، اللي مش هتكون سهله بالمره. دي مباراه مهمه، علشان كده دايما مباراه منتخب مصر الوديه اتمنى اشوفها في الاجنده الدوليه، هي دي المباريات اللي الجماهير تحب تتفرج عليها، والجماهير تحب يكون في التفاف. وكنا الفتره اللي فاتت بنقول ليه الجماهير ما بتروحش ورا منتخب مصر، المباريات كانت مباريات ضعيفه، مباريات ما تشدش الجماهير. لكن امبارح شفنا ملعب المباراه وشفنا المتابعه الكبيره من الجماهير المصريه لمباراه مصر والجزائر. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر خلال الفتره القادمه. هنروح للحدث الثاني المهم ايضا، وهو النادي الاهلي في الدوري الافريقي. منتخب مصر كان عنده 7 لاعبين في منتخب مصر: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، احمد نبيل كوكا، وايضا كان عندنا حسين الشحات. دول لاعبين منتخب مصر السبعه اللي كانوا منضمين مع منتخب مصر. عندنا حمزه علاء في المنتخب الاولمبي، عندنا ديانج كان عنده بعد الاجراءات في سفره متواجد في القاهره، بيرسي تاو، علي معلول اللي كان مشارك النهارده او كان منتخب تونس بيلعب اليابان النهارده بيلعب امام اليابان وخسر، لكن علي معلول ما شاركش وان شاء الله يلحق مباراه النادي الاهلي يوم الجمعه القادم امام سيمبا التنزاني. هو ده اللاعبين الموجوده مع منتخب مصر او المنتخبات الاخرى. اللاعبين النهارده ان شاء الله عندهم تمرين في ملعب مختار التتش الساعه 8. بكره بعثه النادي الاهلي ستتوجه في الرابعه عصرا الى تنزانيا في افتتاح
الدوري الأفريقي يوم الجمعة القادم أمام سيمبا التنزاني. دي مباراة هتكون في افتتاح الدوري الأفريقي، مباراة مهمة جدا. المباراة هتكون أمام سيمبا في حضور 60,000 مشجع، مباراة مهمة. دي ضربة البداية وده افتتاح البطولة. هيكون أيضا رئيس الكاف، أعضاء المكتب التنفيذي، ومن المحتمل وجود رئيس الاتحاد الدولي إنفنتينو في هذه المباراة. مباراة لها استعدادات كبيرة زي ما احنا شايفين. مباراة الدوري الأفريقي اللي هيبتدي بسيمبا أمام الأهلي يوم 20 أكتوبر، والمباراة هتكون الساعة 6 إن شاء الله مساء بتوقيت القاهرة. يوم السبت هيكون مباراة سان داونز أمام بترو أتلتيكو 4:30 عصرا، دي هتكون يوم 21 أكتوبر يوم السبت القادم. هيكون يوم الأحد مباراة مازيمبي أمام الترجي الساعة 3 عصرا، ومباراة إنيمبا أمام الوداد هتكون إن شاء الله يوم 22 أيضا يوم الأحد الساعة 3 عصرا. الأهلي مباراة العودة، الأهلي هيلعب يوم الجمعة مع سيمبا. مباراة دي العودة إن شاء الله هتكون في القاهرة في استاد القاهرة، هتكون يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الساعة 5 عصرا. سان داونز هيواجه بترو أتلتيكو في مباراة العودة في جنوب أفريقيا يوم 24 أكتوبر، والترجي هيواجه مازيمبي في تونس يوم 25 أكتوبر، والوداد هيواجه أنيمبا في المغرب يوم 25 أكتوبر. هي دي مباريات الذهاب والعودة، المباريات الافتتاحية في الدوري الأفريقي. نروح للصورة أكتر ونطمن بقى أيضا على بعثة النادي الأهلي آخر الترتيبات. النهاردة كان الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي النهاردة طاروا لتنزانيا علشان يبدأوا بقى يجهزوا الإقامة والملاعب وكل الأمور دي. لكن نروح للصورة أكتر من خلال الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. تحياتي ليك يا أستاذ طارق. تحياتي ليك يا كابتن وسام، ودايما موفق يا رب. يعني البرنامج جميل وبنتابعه كلنا، واستمتعت اليومين اللي فاتوا بحلقتك مع كابتن مصطفى. ربنا يخليك يا استاذ طارق. استاذ طارق وش السعد بكره ان شاء الله مع بعثه النادي الاهلي، رئيس للبعثه. النادي الاهلي ان شاء الله عنده مباراه مهمه يوم الجمعه القادم امام سيمبا التنزاني. استاذ طارق رئيس البعثه، يعني حطنا بقى في الصوره واخر الترتيبات لبعثه النادي الاهلي المسافره غدا ان شاء الله على طائره خاصه. كالعاده الحمد لله في امور النادي الاهلي كلها بتبقى مرتبه وبيبقى في تنظيم، بيبقى في سيستم محطوط من وقت تكليف كابتن محمود الخطيب ليا في السفر كرئاسه البعثه وبدايه التحضيرات للمباراه، وكله شغال الحمد لله. طبعا قدر النادي الاهلي في لعيبه في المنتخب بترجع، في التلاحم والماتشات نفسها اللي شغال. فان شاء الله يعني بكره ان شاء الله الساعه 4 الطياره تتحرك على تنزانيا، طياره خاصه. وبرده كابتن خطيب اصر برده عشان ظروف الطيران وكلام، حضرتك عارف الطيران العادي يبقى ادي صبابه وبعد كده تنزانيا، فعشان تبقى الرحله برده افضل، لان ما فيش ده احنا ان شاء الله هنرجع يعني بعد الماتش، يعني صباح السبت ان شاء الله، يعني الساعه 6 تقريبا الصبح السبت نكون في القاهره. كابتن سمير عدلي لسه كان معايا على التليفون، هو كابتن خالد بيبو، الاثنين بيتحركوا وان شاء الله يوصلوا بالسلامه لتنزانيا بسبقوا الباثه كالعاده برضه عشان التحضيرات كلها من ناحيه الفندق وتجهيز الملعب والكلام ده للتدريب، ان كل حاجه تكون مظبطه تمام. الحمد لله يعني كل الامور ماشيه كويس، تطعيمات البعثة خدتها من كل النواحي، كل التحضيرات ماشيه بسيستم النادي الاهلي تمام. استاذ طارق يعني الحمد لله النهارده اللاعبين الدوليين بعد مباراه الجزائر بالامس هيكونوا متواجدين النهارده في التدريبات. ديانج موجود، بيرسي تاو موجود. طمنا على علي معلول، كان عنده مباراه النهارده في اليابان. السفر والترتيبات لسفر علي معلول لتنزانيا ان شاء الله برضه معمول الترتيبات بحيث ان هو هيلحق بينا برضه قبل الماتش ان شاء الله. فيعني دي كلها كان لسه كابتن سمير بيقول لي انه عامل الحجوزات بحيث ان شاء الله برضه نظبط ان يكون كابتن علي معانا. تمام. المعنويات دي اول بطوله للاتحاد الافريقي في بطوله الدوري الافريقي، اول بطوله يعني يتم تنظيمها. ضربه البدايه واهميه المباراه امام سيمبا التنزاني
المسؤولين في سيمبا في تصريحات قويه، عايزين نتغلب وعايزين نفوز على النادي الاهلي. المعنويات داخل النادي الاهلي واللاعبين يا استاذ طارق؟ هقول لك حاجه مبدئيا، يعني تاريخ جديد بيسطره النادي الاهلي للكره المصريه لاول سوبر ليج بطوله الدوري الافريقي ان يكون النادي الاهلي مشارك من مصر. فدي في حد ذاتها حدث كبير، حتى يعني في تنزانيا موجود، هيكون موجود رئيس الاتحاد الدولي، هيكون موجود رئيس الاتحاد الافريقي في اجتماعات للجنه التنفيذيه هناك، المكتب التنفيذي ليهم. فيعني التحضيرات نفسها على مستوى سواء الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي تحضيرات بتليق بالبطوله، وفي نفس الوقت ده اول دوري افريقي او بطوله سوبر دوري افريقيا تتلعب، وكون النادي الاهلي مشارك فيها ده في حد ذاته الحمد لله حاجه بنفخر بيها كلنا كمصريين. يعني يمكن الحدث شويه يعني مش واخد اهميته اكتر في الاعلام يمكن، لكن طبعا حدث كبير ان هو مشاركه النادي الاهلي واختياره ان هو يكون في البطوله دي. معنويات الحمد لله مرتفعه جدا كعادتنا، الحمد لله الفريق مستعد جدا والفريق حاجه تشرف، وفي نفس الوقت في النهايه النتيجه بتاعت توفيق ربنا يا رب يحالفنا الحظ ونرجع بالمكسب، لان بعدها بكام يوم على طول زي ما حضرتك تفضلت ماتش الثاني في مصر، ونظام برضو جديد في البطوله تلاحم ماتشات على طول يعني بعدها برضو في اهتمام كبير يا استاذ طارق من مجلس الاداره وايضا لجنه التخطيط بالبطوله. كان في اجتماعات الفتره السابقه مع وصول استاذ طارق انديل لتنزانيا، هيكون ايضا في اجتماع مع اعضاء المكتب التنفيذي ايضا والقائمين على البطوله في تنزانيا. بتكليف من كابتن محمود الخطيب نفس الحكايه، ان شاء الله يعني هبقى معاهم هناك في الاجتماع نيابة عن النادي الاهلي، وفي نفس الوقت مع البعثه وثالث بعثه، وان شاء الله ربنا يعديها على خير يا كابتن حسام ان شاء الله. البطوله بطوله قويه فيها انديه النخبه في افريقيا، الثمانيه الكبار طبعا على راسهم النادي الاهلي، بنتكلم عن الترجي التونسي، الوداد المغربي، سان داونز، انيمبا، بترو اتلتيكو، انديه كبيره وبطوله قويه يا استاذ طارق. طبعا طبعا بقول لحضرتك يعني المشاركه في البطوله دي يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا النادي الاهلي ان شاء الله يا رب كعدو ويحصل عليها. في نفس الوقت المشاركه فيها عنوان كده على يعني اهميه النادي الاهلي، وعلى الحمد لله خلاص يعني هو ده المقاس الطبيعي للنادي الاهلي بادائه بتاريخه بحاجات كثيره قوي، بنادي القرن، حصول على افريقيا الحمد لله بطوله افريقيا في سنوات متعدده في السنين الاخيره، كل ده ما خلي الحمد لله النادي الاهلي هو رقم واحد في افريقيا، فبالتالي بطوله زي كده اول نادي بيكون بيتصدرها هو النادي الاهلي الفريق. تمام، فرصه وحضرتك موجود معانا، طمنا على لجنه العضويه في النادي الاهلي اللي بيترأسها الاستاذ طارق انديل، وما شاء الله ما زال في اقبال كبير على الاشتراك في عضويات النادي الاهلي، وما شاء الله ايضا يعني كان في افتتاح قريب لكن تم تاجيله في الشيخ زايد نظرا للظروف في غزه. برضو كلمنا عن الاقبال الكبير على عضويات النادي الاهلي يا استاذ طارق، طمنا برضه. حضرتك عارف يعني العضويه الاهلي كان في لجنه عضويه في الشيخ زايد صح كده؟ تمام. عضويه اهلي التجمع في الشيخ زايد المفروض زادوا من اول سبتمبر. خلال الفتره اللي قبلها كان في اقبال غير طبيعي طبعا بطريقه جامده جدا، يعني موظفين الاشتراكات والاداره التنفيذيه تقريبا كانوا شبه ما بيناموش، ولجان عضويه مستمره على طول. كنا متوقعين يبقى تهدى شويه بعد القرار الجديد. لكن بفضل الله طبعا وثقه الجميع في النادي الاهلي، كان لسه الاسبوع اللي قبل فات كنت عامل لجنه في التجمع الخامس، كان عدد كبير، اقبال برضو ما زال مستمر. نفس الحكايه يوم السبت الماضي كنت عامل لجنه في الشيخ زايد برضو اقبال جامد، فالحمد لله النادي الاهلي برضو زي ما حضرتك قلت الانشاءات اللي اتعملت في الشيخ زايد مؤخرا، وكان هو خطيب تفضل ان هي تاجل اي احتفالات بيها تضامنا مع اخواننا الفلسطينيين. كل ده يعني كم انشاءات اتعمل في الفروع.
كم فرع جديد افتتح في ظل ازمات ماليه حقيقي. ناس كتير قوي بتعاني منها، ما تقدرش تفتح حتى يعني ربع فرع، انا اسف يعني. ومع ذلك الحمد لله فرع بانشاءاته بي. كل الكلام ده مغري للراغب الادويه، لان ما زال برضه سعر ادويه النادي الاهلي سعر زهيد قياسا لكم الانشاءات والخدمات اللي بتقدم في النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ طارق، وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله كده، ويعني ترجعوا يوم الجمعه بعد مباراه الاهلي امام سيمبا بالتوفيق باذن الله. شكرا جزيلا لك. المباراه النهائيه ان شاء الله للدوري الافريقي هتكون من يوم 5 الى 11 نوفمبر، دي المباراه النهائيه، ده التوقيت، مباراه الذهاب ايضا ومباراه العوده للمباراه النهائيه في الدوري الافريقي. هقول لحضراتكم برضو الجوائز الماليه لهذه البطوله. المركز الاول هيحصل على 4 مليون دولار، الوصيف 3 مليون دولار، التاهل لنصف النهائي الدور قبل النهائي مليون و700 الف دولار، وبمجرد الاشتراك في البطوله لكل فريق مليون دولار. جوائز ماليه يعني مغريه، ايضا جوائز ماليه كبيره، بطوله كبيره زي ما قلت لحضراتكم، هيكون فيها الانديه الكبيره ونخبه الانديه في القاره الافريقيه. يعني نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، وتكون ضربه البدايه قويه، خاصه ان سيمبا يعني بتصريحاته تصريحات المسؤولين عنده يعني ليهم تحفز كبير للنادي الاهلي، عايزين يكسبوا، ودي كره قدم، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للاعبي النادي الاهلي. يوم الجمعه يوم مهم جدا، هيبتدي بمباراه الاهلي امام سيمبا التنزاني في الدوري الافريقي، وايضا عندنا مباراه مهمه جدا في كره السله، الاهلي امام الزمالك في البحرين في كاس السوبر المصري. وعايز اقف عند السوبر المحلي في كره السله، وعايز اقف عند فريق السله. فريق السله من الفرق، وما زلت بقولها، من الفرق الممتعه عندنا في النادي الاهلي، من الفرق اللي بتحظى بمتابعه كبيره جدا من كل جماهير النادي الاهلي، وهم اللي فرضوا علينا ان احنا نتابعهم، ان احنا نشجعهم، ان احنا نحفظ اسماء كل اللعيبه الموجوده. اللي عملوه السنتين اللي فاتوا كان كبير جدا، بعد ما كان في تراجع كبير بالنسبه للنادي الاهلي في قطاع او فريق السله، بدا دلوقتي في متابعه كبيره من مدير فني محترم، مدير فني كبير، وايضا لاعبين كبار. السنه اللي فاتت ما شاء الله 5 بطولات، السنه اللي قبلها نفس الكلام، بدا النادي الاهلي يتحط في الفرق الكبيره في فريق السله. ولو اتكلمنا عن تلتين تاريخ النادي الاهلي في السله اتعمل في السنتين اللي فاتوا، واللي قدر يعمله هذا الجيل. علشان كده انا بقول المقدمه دي عن فريق السله ليه؟ النهارده في عتاب ولوم من جماهير النادي الاهلي ليهم. النهارده في كاس العالم للانديه كنا ممكن نروح لميداليه برونزيه في كاس العالم للانديه لكره السله. هل لعيبه السله قادره على تحقيق المركز ده؟ كانوا وكان في المستطاع وكان في ايديهم، لكن كان في شويه تقصير. نروح للمباراه السابقه في البطوله العربيه، اشدنا بيهم بعد الفوز على الاتحاد السكندري، والاتحاد السكندري فريق من الفرق الكبيره جدا في السله، قدرت تفوز عليه. بعد كده رحنا للفريق المغربي جامعه سله المغربيه، والنهارده خسرنا، وكان في تراجع في المستوى، علشان كده كان في لوم وزعل من جماهير النادي الاهلي. ده الاجتماع اللي عقده الكابتن محمود الخطيب مع جوست المدير الفني بعد رجوعه من البطوله العربيه، عشان يبدا يشوف ايه الموضوع، ايه النقاط، يبدا تاني نصلح المسار بتاع فريق السله. وتصليح المسار هيبدا ان شاء الله من يوم الجمعه القادم في مباراه مهمه جدا. اتمنى من الجهاز الفني واللاعبين تركيز شديد جدا. انت النهارده هتلاعب فريق كبير، الزمالك من الانديه الكبيره، ايضا بطوله خاصه الاهلي والزمالك، كان ليك الغلبه السنين اللي فاتت، لكن دايما الفوز والغلبه بتيجي في الملعب بالتركيز بالجهد، ان انا مركز مع كل كوره، عشان كده بيجي التوفيق. اتمنى ان شاء الله تصحيح المسار مره تانية يقدروا لعيبه السله، وانا بقول الكلام ده واحنا عارفين ان هم قادرين عليه. لو هم مش قادرين مش هنتكلم ولا هنقول لا، لعيبه السله لعيبه رجاله، لعيبه فيهم اللي كلهم بيقدروا يتحملوا المسؤوليه، وعندهم خبرات كبيره نظرا للمشاركات الدوليه الكبيره خلال السنتين اللي فاتوا. علشان كده بنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره القادمه ويوم الجمعه القادم.
هروح لفاصل، وبعد الفاصل منتخب مصر مواليد 2005 وأول تجمع ليه هنتكلم فيه باستفاضة، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لمنتخب مصر واول تجمع ليه، منتخب مصر مواليد 2005، منتخب الشباب، المنتخب اللي بينتظر يعني مواهب كثيره، واحنا هنا بنذيع مباريات 2005، دوري قوي، دوري الجمهوريه ما شاء الله، كمان في لاعبين من 2005 دلوقتي بقوا بيلعبوا دوري ممتاز، لعيبه اصبحت اساسيه في فرقها كمان في الدوري الممتاز. اول تجمع للكابتن وائل رياض اللي اعلن عن قائمه منتخب مصر زي ما احنا شايفينها، كان من الفتره 14 حتى 20 اكتوبر. حراسه المرمى حازم جمال، عبد المنعم تامر، محمد الشناوي، احمد جابر. خط الدفاع كامرون اسماعيل، وهقول لحضراتكم مين كامرون ده وبيلعب فين وقصته ايه. مهاب سامي، حسين ابو المعاطي، معتز محمد، عبد العزيز سعيد، احمد مجدي، احمد عبدين، محمد نبيه، حماده صلاح، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، محمد ابراهيم. في خط الوسط مروان محمد، عبد الرحمن كتكوت، محمد السيد، محمد عبد الناصر، احمد خضري، يوسف عفيفي، يوسف احمد حسن، عمر ياسر، احمد خالد، عمر خضر، يحيى شام، هادي عامر، كريم حامد، فتحي عموري لاعب الاتحاد السكندري، عمرو خالد. خط الهجوم حسن صابر، محمد زعلوك، وكريم سعيد. ما شاء الله عندنا من النادي الاهلي حازم جمال، عندنا في خط الدفاع في عندنا معتز محمد، عندنا احمد عبدين، عندنا يوسف عبد الحفيظ، عندنا في خط الوسط عندنا كباكا، عندنا عمرو خالد ما شاء الله، ايضا عندنا في الهجوم محمد زعلوك. دول لاعبي النادي الاهلي. ده اول تجمع للكابتن وائل رياض من الفتره من 14 حتى 20 اكتوبر. خط الدفاع اول لاعب كامرون اسماعيل، ده واحد من ناشئي لاعبي الارسنال، نادي الارسنال، ودي خطوه بحيي عليها الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب. النهارده خطوه مهمه جدا لما يتم البحث والتنقيب عن المواهب خارج مصر. في لعيبه كتير بتحمل جنسيه مزدوجه، بيبقى عنده الجنسيه المصريه جنسيه اخرى. فالنهارده ان انا ادور على المواهب المتواجده بره، ابدا ادور عليها، ابحث عنها، اتواصل معاها، اجيبها معسكرات المنتخب مصر، ممكن لعيبه تعلم معايا ولعيبه تفضل معايا بدل ما تروح تلعب في منتخبات اخرى. علشان كده النهارده دي خطوه مهمه جدا لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 والجهاز الفني، ابدا دور على المواهب اللي خارج مصر. زي كامرون اسماعيل، لاعب قطاع الناشئين في نادي الارسنال، ان شاء الله يكون اضافه لمنتخب مصر للشباب. المعسكر زي ما قلت لحضراتكم من 14 ل 20، لسه ما زال في لعيبه مميزه في منتخب مصر للشباب، لسه في لعيبه هتنضم خلال الفتره اللي جايه. عندنا في حراسه المرمى ايضا عمر كامل، واحد من الحراس المميزين جدا في 2005، مع حازم جمال كان حارس منتخب مصر 2006. عندنا ان شاء الله عمر سيد معوض، ربنا يرجعه بالسلامه بعد العمليه، خلال شهور قصيره يرجع ويبدا يروح لمنتخب مصر 2005. عندنا محمد رأفت، هداف دوري 2005، واحد من اللاعبين المميزين، مهاجم وبيلعب طرف، بيلعب في وسط الملعب، بيلعب كذا مركز. عندنا بوستانجي، عبد الله بوستانجي، مركزه الاصلي بيلعب مساك. هو كابتن علي عبده كان لعبه في مركز مختلف عن مركزه مباراه الاهلي وزد، لكن مركزه الاصلي مساك. اللعيبه اللي انا بقولها دي لعيبه برشحها لمنتخب مصر الشباب. طبعا لسه ده اول تجمع كابتن وائل وجهازه الفني، القايمه كبيره، لكن خلال الفتره اللي جايه هيبدا يدور ويبدا يتابع الدوري زي ما هو متابع، وهتبدا في لعيبه تروح لمنتخب مصر الشباب. ومهم هنا الفرصه لما تيجي، ازاي اللعيب يثبت نفسه ويقدر يقول انا موجود ويمسك في الفرصه ويكون متواجد في منتخب مصر للشباب. هقول لحضراتكم الجهاز الفني برضه لمنتخب مصر للشباب، كابتن وائل رياض مدير فني، كابتن علاء عبد المدرب عام، كابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمى، كابتن عادل محفوظ مديرا اداريا. نروح بقى لنتائج مباريات الاسبوع السابع لدوري الجمهوريه مواليد 2003. مواليد 2003 النادي الاهلي قدر يفوز، على المقاولين العرب 3-1، وبتروجيت طموحه بركلات الترجيح.
نتائج مباريات الاسبوع السابع لدوري الجمهوريه المصريه 2003، الاهلي بيفوز 3-1 على المقاولين العرب، وفوز بتروجيت على سموحه بركلات ترجيح. عارفين الدوري لما بينتهي بالتعادل السلبي او الايجابي بيكون فيه ركلات ترجيح بعد المباريات. طنطا يفوز على الاسماعيلي 2-0، وعايز اقف عند النتيجه دي. قطاع الناشئين في الاسماعيلي كان من اهم قطاعات الناشئين موجوده في مصر، كان بيصدر لكل الانديه. التراجع الكبير نظره بقى هنا من القائمين في مجلس اداره الاسماعيلي، ازاي يعود الاسماعيلي ناشئينه مره اخرى والمنافسه على كل المسابقات، مع الاحترام طبعا لقطاع الناشئين في طنطا. طلائع الجيش يفوز على الزمالك 2-0، بلديه المحله يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراه بالتعادل، فوز الجونه 5-2 على القناه، فوز مودرن فيوتشر على السد نادي السد باسوان بركلات الترجيح، وفوز زد على الاتحاد السكندري 3-1، وفوز انبي على سيراميكا كليوباترا 3-2. نكمل مع بعض نتائج مباريات الاسبوع السابع لدوري 2005 اللي قدر يفوز فيه النادي الاهلي ايضا على وادي دجله 2-1 في ملاعب الناشئين في مدينه نصر، وفوز الزمالك على اسيوط 4-0، فوز انبي على زد بركلات الترجيح، فوز المقاولون العرب على غزل المحله 1-0، الاسماعيلي يفوز على السيراميكا 3-0، الجونه يفوز على القناه 2-1، بلديه المحله يفوز على فيوتشر 4-0، وفوز بيراميدز على فاركو 3-2، وفوز بتروجيت على حرس الحدود 2-0. هنروح ل 2007 بعد التعادل السلبي مع انبي، بيخسر النادي الاهلي امام انبي بركلات الترجيح، لكن فريق 2007 عندنا ما شاء الله من الفرق المتصدره بطوله دوري الجمهوريه، فريق محترم وفريق كبير. الجونه يفوز على المقاولون العرب 3-1، طلع الجيش يفوز على المجد السكندري 2-1، غازي المحله يفوز على الزمالك 2-1، فاركو يفوز على اسوان 1-0، وفوز سيراميكا على الداخليه بركلات الترجيح، الاسماعيلي يفوز على المنيا 3-0. ايوه هي دي النتائج الحلوه اللي احنا عايزين نشوفها للاسماعيلي دايما، وفوز فيوتشر على بلديه المحله 4-0، وفوز سموحه على زد 1-0. 2008 الاهلي يفوز على الجونه بركلات الترجيح، وفوز انتاج الحربي 4-1 على لافيينا، الزمالك 3-0 على راس غارب يفوز، وفوز فاركو 2-1 على بلديه المحله، والاسماعيلي يخسر من انبي 1-0. نكمل يا شباب ب 2008. وانبي يفوز على الاسماعيلي 1-0، وفوز القناه على زد بركلات الترجيح، المقاولون العرب يفوز على سموحه 2-0، وفيوتشر يفوز 5-0 على اسوان، والمصري يفوز على المصريه للاتصالات 3-2. نتائج النادي الاهلي في هذه الجولات في 2003 و2005 و7 و8 ما شاء الله نتائج مرضيه، وايضا كمان فاز 2009. بالمناسبه بنقول لمحمد شوقي، الكابتن محمد شوقي نائب المدير الفني لقطاع الناشئين النادي الاهلي، الف مبروك. كان تم تعيين كابتن محمد شوقي يعني نائبا للكابتن بدر رجب. محمد شوقي واحد من الاضافات المهمه والكبيره جدا في قطاع الناشئين للنادي الاهلي. محمد شوقي واحد من اللاعبين السابقين، كان نجم كبير في النادي الاهلي وايضا منتخب مصر، عنده من الخبرات الكبيره جدا ان شاء الله اللي يقدر يساعد الكابتن بدر رجب بيها. كان مساعد مع كيروش في منتخب مصر في بداياته، ايضا كان تولى او كان يعني تولى في قطاع الناشئين في وادي دجله، فعنده خبرات كبيره ان شاء الله في المكان ده، ويقدر يساعد الكابتن بدر رجب بشكل كبير. بنتمنى لمحمد توفيق كل محمد شوقي كل التوفيق. هنروح بقى للنادي الاهلي الجزيره، ومعانا زميلنا ومراسلنا محمد توفيق علشان نشوف اخر استعدادات النادي الاهلي ان شاء الله قبل السفر غدا الى تنزانيا. نروح لمحمد توفيق. تحياتي ليك يا محمد، وحطينا في الصوره وحط جماهير النادي الاهلي في اخر استعدادات يعني بعثة النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني قبل السفر غدا إن شاء الله إلى تنزانيا.
مساء الخير كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن اجواء اكثر من رائعه هنا في ملعب مختار التتش بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره. يمكن الفريق على قدم وساق بيواصل استعداداته لمباراه سيمبا في اولى جولات بطوله الدوري الافريقي. ان شاء الله كل الفريق يكون مكتمل مع ان شاء الله سفر الفريق غدا. يمكن الفريق بكره كابتن اسامه هيختتم استعداداته في تمام ال 11 صباحا بمران اخير، ومن بعده الفريق هيتحرك. القائمه المختاره من قبل الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر هتتحرك على مطار القاهره للاستقلال الطائره والتوجه مباشره الى تنزانيا. يمكن النهارده كان التمرين زي ما بنقول بتاع النهارده ابتدى فيه تمام الثامنه مساء. يمكن مستر مارسيل كولر ابتدى التمرين كده بمحاضره خفيفه في ارض الملعب، كان فيها مع اللاعبين عن بعض الحاجات اللي عايز يتكلم فيهم، خاصه خلاص مع اقتراب سفر الفريق غدا باذن الله. ومن بعدها كان بعض التدريبات البدنيه للاعبين، المجموعه كلها موجوده كابتن اسامه اللي استمر تدريبها لمده 3 ايام. يمكن النهارده ابرز بقى ملامح التدريب عوده الدوليين، ولكن طبعا هيجروا بعض التدريبات الاستشفائيه الخفيفه. مفيش بس غير احمد نبيل كوكا اللي نزل الملعب يؤدي تمرينه بشكل جماعي مع بقيه اللاعبين. يمكن مستر مارسيل كولر استقبل اللاعبين قبل بدء المباراه مباشره وحياهم وعلى مجهودهم وادائهم في مباراتي منتخب مصر سواء امام زامبيا او الجزائر كمان. وزي ما قلت لحضرتك هيكون تمرينهم النهارده مجرد تدريب استشفائي خفيف، وان شاء الله بكره يتمرنوا في التمرين الاخير للفريق قبل السفر باذن الله لتنزانيا. حابب اطمنك على بعض يعني لاعب الفريق، يمكن الحمد لله رامي ربيعه اليوم الثالث على التوالي بيشارك في التدريبات الجماعيه وجاهز دي المشاركه مع الفريق، وكمان صلاح محسن وكريم ندفد، عمرو السلاي الحمد لله، ومحمود متولي في المرحله الثانيه من برنامجهم التاهيلي والعلاجي. يمكن دكتور احمد جبل رئيس الجهاز الطبي قال الحمد لله عملنا لهم قياسات ونتائجها اكثر من مذهله. وكمان يمكن كريم فؤاد بدا الجري حوالين الملعب ان شاء الله مع يعني ان شاء الله مباراه سيمبا وما بعدها مباراه ان شاء الله يخشوا تدريجيا مع الفريق، وباذن الله الفريق عقده يكتمل خلال المباراه القادمه، وباذن الله يكلل مجهود الجهاز الفني واللاعبين ببطوله غاليه، وباذن الله يكون اللقب الاول من بطوله الدوري الافريقي باذن الله رب العالمين. امام عاشور يا توفيق طمنا عليه برضو مشاركته في التدريب بعد الاصابه الاخيره اللي كان حاس بيها، ويعني الدكتور قال 10 ايام ان شاء الله ويكون متواجد. يعني طمنا على امام عاشور، خاصه ان واحد يعني برضو من الركائز والعناصر المهمه اصبحت موجوده في فريق النادي الاهلي. بالطبع كابتن اسامه، واحد من اهم الصفقات اللي حصلت للنادي الاهلي هذا الموسم، واحد من الركائز الاساسيه، نتمنى له طبعا الشفاء العاجل والسلامه. ولكن يعني موضوع امام عاشور بالذات كده كابتن اسامه ده يظل يعني ما بين اثنين لا ثلاثة لهما، ومستر مارسيل كولر ودكتور احمد جاب الله. يمكن اتكلمنا مع الجهاز الفني هنا قال ان مفيش كلام خالص على امام عاشور وعن حالته، الموضوع خاص جدا ما بين مستر مارسيل كولر وبين دكتور احمد جاب الله. ان شاء الله نطمن عن قريب عن امام عاشور، وان شاء الله يا رب يكون مع الفريق في القريب العاجل ونطمن عليه ونشوف الملعب باذن الله رب العالمين. طيب يبقى النهارده يعني الجهاز الفني بيحاول يحافظ عليه، يكون الالم يعني خف تماما، وده شيء مهم جدا ان اللعيب ما يكونش فيه حتى شك 1% انه يقدر يشارك، لا لازم يكون سليم بنسبه 100%، خاصه عندنا موسم طويل وموسم ممتد. الحاجه الثانيه المعنويات بقى توفيق، يعني انت النهارده هتشارك في بطوله، البطوله دي لاول مره فيها فرق النخبه في القاره الافريقيه، فرق من العيار الثقيل، بتتكلم عن الترجي، الوداد، سان داونز، بترو اتلتيكو، انيمبا، سيمبا ايضا، وعنده حوافز كبيره وتصريحات كبيره من المسؤولين في اول لقاء مع النادي الاهلي. قول لنا الحاله المعنويه دلوقتي الموجوده سواء مع اللاعبين او الجهاز الفني. يعني بالفعل يا كابتن اسامه بضم صوتي لصوت حضرتك، شبه بطوله نخبه كده لاعرق الانديه في القاره الافريقيه، بتتكلم عن انديه من اكثر الانديه جماهيريه وشعبيه وبطولات في القاره. النادي الاهلي بالطبع بيدخل البطوله، طبعا زي ما عارفين كل الفرق بتبقى منتظره مقابله النادي الاهلي بصفته بطل القاره الاول واكثر الانديه حصولا على القاب الافريقيه عبر التاريخ. البطوله طبعا مستحدثه، ولكن كابتن اسامه اللاعبين بالطبع داخلين وعارفين المسؤوليه الملقاه على عاتقهم، مركزين جدا في هذه البطوله. جمهور النادي الاهلي طبعا زي ما حضرتك عارف كنت واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، لا يقبل الا بالمركز الاول، ده اللي اللعيبه عارفاه كويس جدا وعارفه ان جمهورها مستني منها. انت داخل البطوله وان كانت اول نسخه من البطوله، ولكن اللاعبين عارفين ان هم المرشح الاقوى للفوز باللقب، ويبقى النادي الاهلي دائما في اي بطوله افريقيه هو المرشح الاول. فده طبعا مسؤوليه ملقاه على عاتق اللاعبين، هم عارفينها كويس ومقدرينها كويس، عشان كده يمكن تركيز شديد جدا، ثقه كمان كابتن اسامه، ده حاجه مهمه جدا جنب التركيز انك تكون واثق من قدراتك وامكانياتك. الحمد لله يمكن كمان عوده الدوليين النهارده، ويمكن اللعيبه الدوليين كلها الحمد لله. يمكن اليو ديانج كان وصل من الامس وشارك مع اللعبين
اللاعبين، بيرسي تاو كان موجود كمان ان شاء الله. علي معلول نطمن عليه ان كابتن خالد بيبو النهارده باذن الله يعني بعد ساعات قليله هيسبق البعثه، هو وكابتن سمير عدلي والشيف الخاص بفريق النادي الاهلي هيسبقوا الليلاد ان شاء الله لتنزانيا لاعداد كل الحاجات التجهيزات سواء الاكل انواعيه الاكل المطبخ. طبعا الشيف هيكون كل حاجه فيه مجهزها بنفسه، كابتن خالد بيبو الاطمئنان على ملاعب التدريب مكان الاقامه، كل دي حاجات كابتن اسامه بتدل على الفريق البطل اللي مركز اللي عايز ياخد ان كانت بطوله وليده واول بطوله ولكن طبعا مركز انه ياخد اللقب. كمان كابتن اسامه تعرف امتى النادي الاهلي من استعداد الفرق اللي هتقابلك؟ يمكن بنشوف استعداد نادي سيمبا والاقبال الجماهيري والكل ساعه الاستاد اللي نفذت وكله منتظر كبير افريقيا النادي الاهلي في مباراه ان شاء الله تكون مباراه افتتاحيه واحتفاليه وباذن الله تكون ضربه بدايه قويه للنادي الاهلي وباذن الله تبقى اولى الخطوات نحو اللقب الافريقي للبطوله الوليده وان شاء الله تولد عملاقه بفوز النادي الاهلي بها باذن الله. كابتن اسامه مراسلنا محمد توفيق بنشكرك شكرا جزيلا. هنروح لقطاع النشيب، النادي الاهلي مباراه 2003 اللي قدر يفوز فيها على المقاولون العرب 3-1، احرز اهداف النادي الاهلي ميدو نبيل، كان هدف التعادل بعد ما كان المقاولين العرب متقدم في بدايه المباراه، قدر ميدو نبيل من ركله الجزاء يتعادل النادي الاهلي وايضا اضاف الهدف الثاني والثالث اللاعب سمير محمد. التشكيل اللي ابتدى هذه المباراه للنادي الاهلي مصطفى مخلوف في حراسه المرمى، خط الدفاع احمد داوود، محمد شرقيه، ابراهيم عبد الحكيم، في الوسط ميدو نبيل ومحمد وائل واحمد طعيمه وسام عبد الله، وفي الهجوم محمد حمدي وعبد الرحمن شريف ومحمد اسامه ميدو. طبعا تولى بعد رحيل الكابتن محمد شرف الكابتن احمد عبد الظاهر، بنقول له مبروك وبنتمنى له التوفيق. نروح نشوف ملخص فوز الاهلي على المقاولون العرب بثلاثيه.
بنبارك لفريق 2003. نروح بقى لاهداف فوز الاهلي على المقاولين العرب بثلاثيه ونحلل مع بعض الاهداف، نشوف الاهداف مع بعض. ده هدف المقاولين، كان المقاولين العرب تقدم في بدايه الشوط الاول، طبعا هدف مصطفى مخلوف صعب عليه، طبعا هنا التمركز الدفاعي للاعبي النادي الاهلي، دي كانت هجمه مرتده للمقاولين العرب، علشان كده درس مهم وانت بتهاجم لازم يبقى التمركز الدفاعي صح. دي ركله جزاء كان التعادل، ميدو نبيل حطها بمعلمه، ميدو نبيل صعبه جدا على اي حارس مرمى انه يتصدى ليها. ده هدف التقدم للنادي الاهلي عن طريق لاعب سمير محمد، هنا ضربات الراس قدر يروح يحطها بدماغه في الزاويه البعيده على يمين حارس المرمى، قدر يوجهها بشكل جيد جدا وصعبه جدا على حارس المرمى. ده الهدف التقدم للنادي الاهلي، الهدف الثاني للنادي الاهلي، وده الهدف الثالث بقى للنادي الاهلي والثاني لسمير محمد. طبعا فيها توفيق كبير لاعب هنا محمد اشرف، هو احمد اشرف هو بيسدد، قدر يغير اتجاه اللاعب سمير محمد وقدر يفوز النادي الاهلي في هذا اللقاء 3-1 على المقاولين العرب بعد ما كان متاخر بهدف. نروح للقاءات ما بعد فوز الاهلي على المقاولين العرب بثلاثيه. الحمد لله احنا بنشكر ربنا على النتيجه النهارده، زي ما انت شفت المباراه احنا كنا متسيدين اكتر الوقت فيها، لكن ما كان في توفيق غايب عننا. الحمد لله النهارده لحد الدقيقه 35 كنا مغلوبين، قدرنا نحقق نعمل ريمونتادا بثلاث اهداف. الولاد عملوا اللي عليهم واحنا كنا بنلعب فرقه محترمه، نادي المقاولين برضو مع جهاز محترم، لكن فعلا النهارده كان في مشكله في التوفيق اكتر من كره في العارضه، اكتر من فرصه ضايعه، لكن الحمد لله النهارده الولاد قدروا ان هم يعني يفضلوا يكملوا لاخر دقيقه في المباراه ويقدروا يحققوا المكسب، مكسب غالي بثلاثه بوند يخلونا النهارده نركب اول ان شاء الله باذن الله. والله هو كابتن احمد عبد الظاهر بين الشوطين اتكلم مع اللعيبه قال لهم احنا هنرجع وهنكسب، بس اهم حاجه يبقى في روح وان احنا يبقى عندنا عزيمه ان احنا هنكسب. حتى الحمد لله التغييرات يعني كان ليها اثر كبير جدا في نتيجه المباراه، سمير واشرف وعلي، بس علي اتصاب بقى خرج، فالناس كلها عملت اللي عليها النهارده. انا شايف ان الفرقه مفيش حد فيها النهارده اثر، الاولاد عملوا اللي عليهم وزياده، الحمد لله على النتيجه. هو الحمد لله احنا نزلنا، نزلت اخر الشوط الاول اخر 10 دقائق، فنزلنا اتفقنا احنا والرجاله احنا نخلص من اول الشوط الثاني على طول. الحمد لله انا عملت اسيست يعني وطلعنا بثلاثه بونت الحمد لله. هو كابتن احمد عبد الظاهر اتكلم معايا من بين الشوطين قال لي انت هتنزل هتفرق معانا وان شاء الله جابها ناحيه الشمال، يعني هتطلع اوفرات من عندك كتير فانت تركز اول ما تنزل على طول. الحمد لله قدرت وعملت اسيست يعني والحمد لله بينا كويسين وكنا رجاله. الحمد لله احنا داخلين الماتش اصلا من بدايته، ممكن الجون دخل فينا بدري شويه، بس احنا زي ما انت شفت اول شوط احنا كلنا هم راحوا بس كره واحده واحنا ماسكين الكره طول الشوط، فالحمد لله على قد ما تعبنا على قد ما النتيجه ظهرت اهو، فان شاء الله اللي جاي بقى كمان ده هيبقى عامل زي الماتش ان شاء الله باذن الله. احنا السنه دي كل حد عايز يعمل حاجه لنفسه وللفرقه طبعا اولا، فاللي بينزل زي ما اللي بيبدا، بس اللي بينزل دايما هو اللي عايز يعمل الفرق، هو دايما اللي حاطط في دماغه ان هو ان شاء الله هيفرق في النتيجه، هيجيب جون، هيعمل اسيست زي ما حصل النهارده. يعني والله الحمد لله ده كابتن احمد عبد الظاهر قبل ما انزل برده قال لي تعليمات ان انا ابقى على طول في ال 18 بتحرك على طول مع السردبكات بتاعت المقاولين، واحنا اشتغلنا عليهم برده وكنا عارفين العناصر بتاعتهم ازاي فاشتغلنا عليهم، والحمد لله يعني تعب الفرقه زي ما قلت لك قبل كده، فربنا بيكلل مجهودنا بالفوز ده بثلاثه بونت. اتاخرت شويه في الاهداف بس الحمد لله ربنا كلل مجهودنا في الاخر بالفوز. يعني اكيد اي حد في الناشئين طبعا بيبقى دافع عنده اللي هو عايز يطلع الفريق الاول وعايز يعمل اللي عليه عشان يبان، وكل واحد عايز ياخد فرصه ويظهر ويعمل اللي عليه على طول. برده بنطلع ماتشات وديه مع الفريق الاول، كل واحد بيعمل اللي عليه والتوفيق زي ما انا بقول لك على طول بتاع ربنا يعني.
ايضا مبارك لفريق 2005 اللي قدر يفوز ايضا على وادي دجله في ملاعب الناشئين مدينه نصر 2-1. هقول لحضراتكم التشكيل اللي ابتدى مباراه الاهلي امام وادي دجله. في حراسه المرمى حازم جمال، خط الدفاع يوسف جمال، عبد الله بستانجي، محمود لبيب، خط الوسط طارق فوزي، احمد وحيد، احمد خالد كباكا، يوسف عفيفي وفارس خالد، وفي الهجوم محمد رأفت ومحمد عبد الله. احرز اهداف النادي الاهلي محمد رأفت، والهدف الثاني طارق فوزي. بالمناسبه ايضا يعني بعد رحيل الكابتن علاء عبده لمنتخب مصر للشباب، تولى القياده الفنيه لفريق 2005 كابتن حسن محمد. كابتن حسن محمد واحد من ابناء وناشئي النادي الاهلي اللي لعبوا في ناشئين النادي الاهلي، ايضا هو مدرب ممتاز. كابتن حسن محمد بنتمنى له التوفيق، يكون اضافه ان شاء الله ويقدر يحط بصمته على لعيب النادي الاهلي. طبعا مع اول ماتشين ليه قدر يفوز على اسيوط في اسيوط 3-1، والمباراه السابقه بيفوز على وادي دجله 2-1. نروح نشوف ملخص فوز الاهلي على وادي دجله 2005 2-1، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. زي ما احنا شفناها كانت مباراة كبيرة ما بين الأهلي ووادي دجلة، لكن قدر نادي الأهلي يتغلب على وادي دجلة بثنائية مقابل هدف. نروح نشوف مع بعض أهداف اللقاء ونحللها مع حضراتكم. كان الهدف الأول للنادي الأهلي
عن طريق اللاعب محمد رأفت. هنا طبعا الكرة اتعملت ناحية اليمين للاعب يوسف جمال، هنا الباك رايت قدر يعدي يرفع عينه يحط لمحمد رأفت اللي جاي من تحت. محمد رأفت بطن رجله قوية جدا يوجهها على يمين حارس المرمى. هدف حلو قوي يحسب ايضا يوسف جمال اللي قدر يصنع الهدف صناعة ممتازة بعد ما عدى من ناحية اليمين. ده الهدف الثاني وضربات الرأس محمد عبد الله، وطارق فوزي بيحط كرة قوية جدا داخل شباك حارس مرمى وادي دجلة. لوفر حلو من محمد عبد الله وضربات الرأس وأهميتها في حسم المباريات. ده هدف طبعا وادي دجلة، هدف حلو قوي، صعبة جدا على حازم جمال، صعبة جدا على حارس المرمى، فيها مهارة كبيرة جدا من لاعب وادي دجلة. نروح نشوف مع بعض لقاءات ما بعد فوز الأهلي على وادي دجلة بثنائية. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا رقم واحد على توفيقه لينا وعلى ان احنا النهارده طلعنا بالحاجه الاهم النهارده من الماتش وهي الثلاثه بونت. بالنسبه للاداء يمكن انا شايف ان احنا لسه في بدايه فتره تولينا المسؤوليه في الفرقه. في حاجات كتير جدا بالنسبه لاسلوبنا وفلسفتنا ان احنا نقدر نقدمها للولاد، ولكن ما كانش عندنا مساحه من ساعة ما تولينا حوالي 3 أيام قبل ماتش أسيوط، وبعد ماتش أسيوط اتبلغنا إن في تعديل عشان المنتخب. يمكن اشتغلنا تمرينتين قبل الماتش. إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية نقدر نعالج الحاجات دي كلها ونقدر نروح لأداء أفضل من كده كمان. أنا دايماً بتكلم مع لعيبتي إن إحنا في الوقت الحالي النتيجة بالنسبة لنا رقم واحد عشان نقدر نعدل الوضع اللي إحنا كنا فيه في بداية تولينا المسؤولية. يمكن كان قابل الفريق سوء حظ في البداية كده، ولكن الحمد لله يعني الأمور اتحسنت إلى حد ما. طبعا مش دي مكانتنا ومش ده طموحنا، ولكن بنحاول الفترة اللي جاية إن شاء الله إن إحنا نرجع فرقة النادي الأهلي للمكانة إن شاء الله في صدارة الجدول بإذن الله. والله طبعا هو مجموعة بتاعة 2005 اللي موجودة في النادي مجموعة كويسة جدا، وفيها لعيبة كرة كويسة جدا، وفي أسماء كويسة، وفي أسماء مبشرة إن شاء الله تبقى في المنتخب الفترة الجاية دي، وخلال الفترة الجاية برضو إن شاء الله بإذنك يا رب ينافسوا على البطولة وياخدوها إن شاء الله. أما بالنسبة لموضوع حازم جمال، فطبعا حازم حارس مميز، حارس كويس، عنده ستايله كويس، مبشر إن شاء الله إن هو يكون حارس مرمى المنتخب إن شاء الله رقم واحد، ومن بعد كده إن شاء الله إحنا بنعده بإذن الله إن هو يكون كمان ذخيرة للدرجة الأولى إن شاء الله بإذن الله. والله طبعا هو دي سياسة النادي عامة، وسياسة الكابتن احمد ناجي طبعا من ساعة ما جه ان هو الناس تشتغل بأسس علمية، وان احنا سياسة ان احنا نعد الولاد ان هم يبتدوا ياخدوا الخبرات من خلال الماتشات ومن خلال التصعيد للدرجة الأولى، عشان ما يبقاش الدنيا بالنسبة لهم بعيدة أو مفاجأة، بالعكس يبقى واخدين على كل الأجواء وما فيش عندهم مشاكل، ويبقى واخدين الثقة في نفسهم ان هم في أي وقت في أي وقت منتخب محتاجه ودرجة أولى محتاجه يبقى موجود وحاط رجله. طبعا هم ثلاث نقاط مهمين جدا. كان الشوط الاول يمكن كان الماتش ماشي مستريح شويه لحد اخره كده، الدنيا بدات تصعب ونزلنا الشوط الثاني، يمكن اهتمامنا قل بالماتش، ولما جبنا الجون الثاني الدنيا ريحت. وطبعا يعني بعيدا عن كل ده انا عايز اشكر اللعيبه ان احنا اصلا مستوعبين دلوقتي مع كابتن حسن لسه جاي وبيدينا تعليمات كتير، واحنا طبعا يعني عايز اشكر اللعبه اللي احنا قادرين ننفذ كده في الوقت القصير اللي احنا فيه ده، وبشكر الجهاز وبشكر اللعيبه. طبعا الحمد لله المكسب النهارده كان في توفيق كبير من ربنا. اول حاجه حابب اشكر الجهاز واللعيبه على الاداء النهارده. بدانا المباراه بشكل كويس وقدرنا نجيب جون في الشوط الاولاني، وقدرنا نعزز ده بجون في الشوط الثاني في اول 10 دقائق، فده فرق معانا في الماتش. اي نعم الشوط الثاني قلينا شويه، بس الحمد لله قدرنا نحافظ على النتيجه يعني. والحمد لله يعني كان في توفيق كبير من ربنا يعني النهارده يعني. الحمد لله على المكسب. احنا الاول كسبنا الحمد لله 2-1، وفي الشوط الاولاني كنا كويسين، الشوط الثاني تاثرنا شويه، البدن وقع شويه، بس الحمد لله يعني على المكسب يعني. ان احنا في الشوط الثاني قصرنا شويه، البدن وقع، لازم نتمرن احسن من كده، نركز اكتر من كده، في ناس يكون عندها مسؤوليه اكتر من كده. الحمد لله يعني.
وايضا بنبارك لفريق 2009 اللي قدر يفوز على سيراميكا كليوباترا في دوري الجمهوريه 2-0. احرز اهداف النادي الاهلي خالد يحيى ومحمد ايمن، زي ما احنا شايفين دي اهداف اللقاء ده، الهدف الاول عن طريق اللاعب خالد يحيى، والهدف الثاني من كان ركله الجزاء عن طريق هداف الدوري محمد ايمن. تشكيل النادي الاهلي اللي ابتدى اللقاء: رجب احمد رجب ده حراسه المرمى، في الدفاع محمد حمدي، محمد عماد، عمر حجاج، سيف تامر، في خط الوسط سيف كريم، عمر عبد الرحيم، عبد العزيز خالد، علي سامح، محمد ايمن، وفي الهجوم خالد يحيى. ما شاء الله فريق 2009 ايضا فريق من الفرق المميزه عندنا في النادي الاهلي. عندنا سيف كريم ده لعيب حكايه في وسط الملعب، لعيب من اللعيبه اللي يعني ان شاء الله يكون ليه مستقبل كبير في النادي الاهلي. ده ملخص المباراه. المباراه انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1، كانت مباراه قويه جدا. زي ما بقول لحضراتكم يعني قدر يحسم النادي الاهلي الفوز، دي ركله الجزاء للنادي الاهلي، ركله جزاء صحيحه، وهيسددها المتخصص محمد ايمن هداف بطوله الجمهوريه، واحد ايضا محمد ايمن من اللاعبين المميزين مع سيف كريم. وزي ما احنا شفنا هنا بيحطها بمنتهى القوه والدقه والتركيز. بنبارك ايضا يعني ل 2003 و2005 و2009، بنتمنى ان شاء الله يعني استمرار الفوز وتصدر كل المسابقات. نروح لفاصل، وبعد الفاصل ياسين عاطف ومحمد عبد الفتاح تاحة لاعبا فريق 2007 بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوف النهارده لاعبه فريق 2007، اثنين من اللاعبين المميزين ان شاء الله اللي احنا دايما بنراهن عليهم. محمد عبد الفتاح تاحة، نورنا يا تاحة. ربنا يخليك يا كابتن، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. ايضا ياسين عاطف، نورنا ياسين. نورك يا كابتن. اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. ابتدي مع تاحة، طمنا بقى تاحة يعني اخباركم ايه في الدوري، الدنيا ايه؟ ما شاء الله عندنا 2007 فريق من الفرق المميزه، ودايما هنا بنذيع لكم ملخصات المباريات، وماشيين ما شاء الله بشكل كويس. والله احنا الحمد لله تمام، ماشيين كويس، بس هي شويه يعني اخطاء كده بسيطه يعني معانا، بس ان شاء الله نفضل نحلها يعني الفتره الجايه ان شاء الله. في البدايه بقى لسه هنتكلم دلوقتي عن الدوري باستفاضه، محمد عبد الفتاح تاحة عشان الناس تعرفك، دايما الناس بتسمع الاسم ده محمد عبد الفتاح. الاول عرف يعني الناس مركزك ايه في الملعب. انا بلعب سترايكر وبلعب ساعات وينج شمال. بتلعب مهاجم او ناحيه الشمال؟ اه. المكان اللي بتجيد فيه بشكل افضل ايه؟ الفيرود. المهاجم. انت السنه اللي فاتت تحت صعدت مع 2007 صعدت السنه اللي فاتت مع 2006 في بطوله زد الدوليه، صح؟ اه. احكي لنا عن البطوله دي، خاصة كانت بطولة قوية ويعني وأحرزت فيها هدف كمان في النهائي. والله هي كانت بطولة قوية، يعني ادتني دافع كبير جدا إن أنا أبقى كويس. حتى اللعيبة بتاعة 2006 بشكرهم كلهم، لعيبة يعني كل اللعيبة يعني كانوا واقفين جنبي بشكل كبير، يعني بشكرهم طبعا، وبشكر الجهاز الفني طبعا، الكابتن سيد غريب كان صعدك السنه اللي فاتت، كان 2006. اه بشكره جدا يعني اكيد. فبشكر اللعيبه يعني عامه كلهم. تمام ياسين، طمنا عن فرقه 2007 والدوري، وما شاء الله برده ماشيين بشكل كويس. السنه اللي فاتت خدتوا بطوله الدوري، السنه دي برده انتوا بتحاولوا برده، وعندكم رهان كبير ان تاخدوا البطوله برده السنه دي زي السنه اللي فاتت. لا كابتن، احنا خدنا بطوله الجمهوريه سنتين ورا بعض، يعني هدفنا السنه اللي فاتت واللي قبلها. اه وهدفنا ان احنا نكمل على كده السنه دي. ان شاء الله هناخدها السنه دي. طيب ياسين عاطف، قول لي بقى برضو عشان الناس تعرف مركزك ايه في الملعب. مركزي اوف ليفت ومهاجم. انت زي تاحة برضو. طب في الملعب بقى الكابتن يعني الكابتن اسامه زكي بيوظفها ازاي؟ بيحطني اوف ليفت ويحط تاحة سترايكر.
ويحط وتوجيه في الماتش ممكن يغير؟ اه بنبدل في الماتش. المركز اللي انت بتوجيه فيها وتحبه ايه؟ هاف ليفت. هاف ليفت برضه. طيب كويس. عايزين البدايه يا سيم، بدايتك في النادي الاهلي بقالك كام سنه في النادي؟ انا دي تاني سنه ليا مع النادي. جيت من وادي دجله. طبعا السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت ما كانتش احسن سنه، لان اول ما جيت اول ماتش ليا اتصبت. كان حظك وحش شويه الحمد لله. وعقبال ما اهلت ورجعت من الاصابه وكده كانت في اخر الموسم، بس السنه دي الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس جدا. ان شاء الله ناخد البطوله السنه. ابتديتها من الاول في فتره الاعداد وبانتظام بشكل كبير الحمد لله. ان شاء الله السنه دي تبقى سنه موفقه وتقدر يعني تعوض اللي فاتك السنه اللي فاتت، تقدر تعوضه السنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. واحنا دلوقتي بنستعرض لقطات، كان مخرجنا محمد اكوري بيستعرض دلوقتي لقطات تاحه. شفت لك هدف ما شاء الله، انت مخصص رقم واحد في ضربات الجزاء صح؟ قول لي بقى يعني الكواليس، الكابتن اسامه زكي بتتمرن عليها بتشتغل عليها ازاي؟ يعني انا كنت بنفذها بس كويس، عشان كده هو بيخليني انا المخصص يعني اول واحد. انت بتتكسف في الملعب برضو ولا ايه؟ لا 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 طبعا. طب انت هنا مالك كلامك قليل ليه اتكلم؟ يعني هنا ركله الجزاء قدامنا. في التمرين بتتمرن عليها دايما بصفه مستمره؟ مش بشكل كبير يعني. يعني ساعات بندخل وساعات على حسب يعني حسب. طب وانت داخل شوط ركله الجزاء بتبص على حارس المرمى، ولا انت واخد قرار ان انا عندي زاويه هسدد فيها واحطها بمنتهى القوه؟ بالظبط، انا بركز بس ان انا احطها في الزاويه تبقى كويسه. ما بركزش طبعا مع الحارس اكيد. عشان اعرف انفذها كويس. بدايتك كانت امتى في النادي الاهلي يا تاح؟ انا كانت 2012. 2012 بقى لك كام سنه دلوقتي؟ ما شاء الله 11. 11 سنه. 11 سنه ده انت المفروض تبقى يعني ما شاء الله. خلال ال 11 سنه يعني مين المدربين اللي مرنوك في القطاع؟ انا بداتها كانت مع الكابتن زكريا حسين. كابتن بداتها معاه كان من وانا كنت لسه صغير خالص. كان عندي 5 سنين. كان هو كان مدربي يعني، وكان له فضل كبير عليا يعني. هو ده كانت البدايه مع الكابتن زكريا. بعد كده بداتها مع الكابتن محمد عبد العزيز. كابتن محمد عبد العزيز زيزو. بداتها معاه، مسكنا فتره كبيره طبعا، بس يعني كنتش موفق يعني ساعتها وكده. كنت لسه صغير، المشاركه قليله. طيب بعد كده مع الكابتن مين؟ بعد كده جالنا الكابتن اسامه زكي. انتوا شغالين مع كابتن اسامه بقالكم فتره صح؟ ابرز الحاجات اللي اتعلمتها من المدربين؟ هي اول حاجه الثقه طبعا. الثقه دي طول ما هي معاك طبعا بتعرف تلعب اللي انت عاوزه وبتعرف تأدي في الملعب. يعني هو الكابتن اسامه طبعا مديني الثقه يعني بشكل كبير. فبعرف أدي اللي انا يعني بأديه في الملعب، وبعرف اكون كويس يعني. يعني مش حاطط عليك ضغط حتى لو غلطت. يعني عادي، بس دايما بيلفت نظرك عشان ما تعملش الغلط ده تاني. هو ده اللعيب محتاجه في الملعب صح؟ بالظبط. ياسين قول لي بقى الدوري، يعني مباريات زي مباريات الدوري الممتاز، انت بتلعب بطوله جمهوريه كلها فرقه قويه، استعداداتكم قبل المباريات انتوا كلاعيبه بتتكلموا مع بعض، انت على المستوى الشخصي مع كل مباراه عايز احضر نفسي، عايز ابقى احسن واحد في الماتش النهارده، عايز اسجل، عايز افيد فرقتي؟ لا كابتن، انا دايما كل ماتش بيبقى اصعب من اللي قبليه. بطوله الجمهوريه ما فيهاش ماتش سهل حقيقه، اي ماتش بيكون بالنسبه لنا بطوله. احنا دايما مركزين على البطوله، النادي الاهلي دايما مركز على البطوله. فاحنا كل ماتش لازم نكسب، لازم ناخد 3 بونت كويس. وانا طبعا دايما بكون عايز ان انا اكون احسن واحد في الملعب. اكون عايز اسجل واصنع، ويعني اكون احسن من افضل الناس في الملعب. ابرز الحاجات اللي انت اتعلمتها بقى، انت جيت النادي الاهلي السنه اللي فاتت يعني كان حظك وحش، اتعورت او جات لك اصابه عطلتك شويه، لكن السنه دي ما شاء الله ابتديتها من الاول. ابرز الحاجات بقى اللي اتعلمتها في النادي الاهلي خلال الفتره دي في الروح المباريات؟ الروح. ساعه ما جيت النادي الاهلي واكتر حاجه اتعلمتها الروح. ان انا ما ينفعش اخسر. حتى لو ايه، لو الظروف كلها ضدي لازم اكسب. ما ينفعش، ما فيش خساره عندنا. والكابتن اسامه زكي دايما ابرز النصائح اللي بيقولها لك. كابتن اسامه زكي دايما بيقول لي العب لاخر دقيقه. ما تيأس ابدا. حتى لو مش موفق اجري كتير. طبعا بشكره طبعا، صاحب الفضل عليا، صاحب الفضل الكبير جدا، هو اللي جايبني النادي ده. يعني هو اللي شافك في المباريات وقال انا عايز اللعيب ده. شافني هو الكابتن خالد بيبو. جابوني النادي ده. في الدوري المباراه الصعبه ايه اللي انتوا كنتوا عاملين لها حساب؟ انتوا لعبتوا كام مباراه دلوقتي في الدوري؟ لعبنا 6 ماتشات. 6 ماتشات. في خلال الست ماتشات دول ايه المباراه اللي انتوا كنتوا كلاعيبه او الجهاز الفني يعني حريصين المباراه دي لازم نركز عليها ومباراه صعبه؟ الماتش اللي فات ماتش امبي.
ماتش امبي كان فين بالمباراه دي؟ اه كان امبي في امبي ده كنا مستعدين له قبلها باسبوعين مثلا. اه نتمرن جامد عشان رايحين نكسب الماتش. بس الحمد لله تعادلنا. خسرنا ضربات جزاء. بس الحمد لله كنا رجاله في الملعب. يعني اديته بشكل كويس. كنا رجاله في الملعب. قول لي بقى يا تاح المباراه ايه الصعبه اللي انتوا عملتوها لحساب في الدوري السنه دي؟ يعني ياسين قال لي مباراه امبي كانت مباراه صعبه ومركزين. هو في مباريات كتير يعني، في عندنا مثلا زد وعندنا بيراميدز. ماتشين دول ورا بعض. زد طبعا مشى اول طبعا. زد برده فرقه كويسه طبعا، بدا الدوري السنه دي بشكل كويس جدا. وبيراميدز طبعا هيبقى بعدها. بيراميدز نافستنا السنه اللي فاتت. كانت ماشيه معانا برده بنفس النقاط، بس ربنا كرمنا طبعا وفرقنا عنهم. فهم برده الماتشين دول برده صعبين، عاملين لهم لسه هتلعبوهم خلال الفتره اللي جايه. فعاملين لهم حساب ومركزين فيهم. ابرز التعليمات اللي كابتن اسامه دايما بيقولها لك في التمرين؟ هو اكيد طبعا الروح. الروح دي اول حاجه عندنا طبعا اتعلمناها من النادي. انا بقى لي حوالي 12 سنه ولا 11 سنه اتعلمت الروح دي اول حاجه طبعا. دي اول حاجه اتعلمتها من النادي يعني. ان الروح تبقى عندك، ما ينفعش تخسر حتى مهما كان الظروف ايه. فعلا في مباريات كنت متاخرين فيها وخسرانين وحاولت ورجعته بنجيب. كتير. كتير ماتشات كتير السنه اللي فاتت كنا بنبقى خسرانين ونجيب نتعادل ونكسب. فدي يعني دي حاجات يعني ايجابيه لينا يعني. هي دي الحاجات، ابرز الحاجات اللي اتعلمتوها. بالظبط. قول لي ياسين، انتوا عندكم 2008 2007 هيبقى ليهم منتخب مصر. ان شاء الله 2007 لسه ما تمش الاعلام عن منتخب مصر. طموحاتك بقى وانت شغالين دلوقتي في الدوري وبتأدوا بشكل كويس، انتوا الاثنين ما شاء الله بتلعبوا، يعني طموحاتكم لما يتم الاعلان عن منتخب مصر؟ لازم اكون موجود في المنتخب يعني. هدفي الاول ان انا لازم اكون موجود في منتخب مصر. مش منتخب مصر سني، منتخب مصر الاول ان شاء الله. ده دايما هدف عني. بشتغل له من دلوقتي عشان ان شاء الله بيوم من الايام اوصل. بتحلم دايما باللحظه دي؟ انا عارف منتخب مصر. مين من اللعيبه اللي في الدرجه الاولى وانت بتتابع طبعا بتتابع الدرجه الاولى في الاهلي، مين من اللعيبه بيعجبك؟ حسين الشحات. بحب طريقه لعب شبه طريقه لعب. اكتر حاجه بتعجبك او بتلفت نظرك حسين الشحات انت بتحاول تقلدها ايه؟ ان هو بيشوط من اي حته. يعني دايما هو اللي بيسجل، دايما هو اللي بيكون عنده الاصرار ان هو يجيب. دي اكتر حاجه بتعجبني فيه. دي اكتر حاجه بتلفت نظرك في حسين الشحات. تاحة، اكتر واحد بيعجبك في الدرجه الاولى؟ هو في صلاح محسن يعني. ده في يعني في انا ستايل كتير منه صلاح محسن. انت شرقاوي. طبعا بتاعها من الشرقيه من بيلبس، فهو واخد بقى خط صلاح محسن الشرقيه. راجل عشان الشرقيه ما شاء الله. بص يعني عندك احمد بلال وعندك عماد متعب وعندك اسامه حسني عندك صلاح محسن، وان شاء الله يكون امتداد بقى للخط ده يبقى محمد عبد الفتاح. ان شاء الله صلاح محسن. اكتر حاجه بتعجبك في صلاح محسن ايه؟ ستايله. ستايل بس؟ لا يعني الاهداف ستايله الاهداف طبعا اكيد ولعبه يعني، بس انا فيها كتير منه يعني. عشان كده بحبه، بحب طريقه لعبه. بحب ستايله في الملعب. كل حاجه يعني، هو يعني ستايلي في شبه منه ستايله بكتير. منتخب مصر 2007 طموحاتك طول ما انت بتلعب وبتتمرن في النادي، انت بتلعب المباريات في بطوله دوري الجمهوريه، دايما عينك على منتخب مصر لما هيكونوا المنتخب ده، انت نفسك تروح طبعا منتخب مصر؟ اكيد طبعا ان شاء الله يعني. انا اصلا بلعب يعني في الاهلي عشان منتخب مصر اكيد. ان شاء الله يعني ربنا يكرمني واوصل المنتخب، ومش المنتخب بتاع 2007 بس، منتخب مصر الاول. ان شاء الله طبعا. ان شاء الله. ياسين، بطوله الجمهوريه بطوله حلوه، بطوله قويه، ايه الصعوبات اللي فيها اللي انتوا بتواجهوها؟ هل الملاعب دلوقتي انتوا بتلعبوا في ملاعب مدينه نصر؟ ما شاء الله الملاعب ممتازه، ملاعب جيده. لما بتلعبوا بره الملاعب بقى على نفس الدرجه بتاعت مدينه نصر، بتلاقوا الاريحيه ولا في ملاعب بيبقى فيها صعوبه شويه؟ لا، في ملاعب بيبقى فيها صعوبه قوي. ساعات برضو الحكام بتيجي علينا. عشان احنا النادي الاهلي. فبنواجه صعوبات في الملاعب وفي الحكام وفي اجواء الماتش كلها في الماتش. بتتغلبوا بقى على الحاجات دي ازاي؟ بالروح. ان احنا لازم نكسب مهما كانت الظروف ضدنا، لازم نكسب. هي دي النقطه. شايف اذاعه المباريات، احنا هنا زعنا ل 2003، زعنا ل 2005، كان السنه اللي فاتت لما كان موجود 2007 2006 2007 السنه دي ان شاء الله هنزع لكم مباريات. ان شاء الله. شايف التجربه دي ازاي؟
يعني الناس تشوفنا اكتر والناس تعرفنا وتشوف طريقه لعبنا كفرقه جماعيه. والناس يعني تعرفوا على كل لعيب فينا وايه المميزات ان احنا فريق قوي خدنا بطوله الجمهوريه سنتين واربعه. تجربه اذاعه المباريات تتاح اكيد طبعا كل واحد يعني الناس تعرفه اكتر، كل واحد طبعا يطلع اللي عنده اكيد. ف يعني اكيد هتفرق معانا يعني ان شاء الله. ان شاء الله. احلى هدف جبته في الدوري كان هدف ايه؟ السنه دي ولا السنه دي او السنه اللي فاتت؟ السنه انتوا خدتوا الدوري ولا قبلها؟ لكن الهدف الحلو كده اللي انت كل ما تقعد كده يعني هدف حلو انت جبته. السنه دي كان جون الداخليه. الداخليه؟ تاني. الجول التالي الكرة جات لي في نص الملعب كده، عديت من واحد والتاني وحطيتها في البعيدة. حطيتها في البعيدة. ده من أحلى الأهداف اللي أنت جبتها السنة دي. ياسين. الجول الداخلية الأول. أنتوا إيه؟ أنتوا متفقين مع بعض؟ بتلعبوا راس حربة وينج ليفت وبرضه في نفس الداخلية الجول الأول والجول التاني؟ الجول الأول في الداخلية كان في أول الماتش، فتحت الماتش. كان جول كويس، أنا بحب الجول ده أوي. اتحركت في المساحة وحطيتها من فوق الحارس. ده الجون بحبه كويس قوي. كابتن بدر رجب. كابتن بدر رجب بيتابعكم وبيهتم بيكم. ابرز التعليمات برضو كابتن بدر بيديها لكم او بيتكلم معاكم فيها ايه؟ دايما كابتن بدر بيكون موجود في التدريبات. يعني كل التدريبات بيكون موجود فيها. بيتكلم معانا كفرقه. بيحفزنا ان هو عايزنا كلنا نكون في الدرجه الاولى. كويس. ودايما بيجي لنا الماتشات وبيدينا تعليمات في الماتشات وبره الماتش. وانت تاحة؟ هو بيتكلم معايا كتير عن نقطة الفريق الاول. كويس. ان انا ان شاء الله اشد حيلي باذن الله السنة دي عشان اطلع فريق اول واثبت نفسي واكون كويس يعني والعب وحتى اتمرن. اتمرن يعني يعني مهم قوي دايما انتوا حاطين هدف ليكم، انتوا بتلعبوا ماتشات وانتوا في التمرين ان انا نفسي اطلع الدرجة الأولى أو يبقى في يوم من الأيام ان انا أمثل النادي الأهلي في الدرجة الأولى. أكيد طبعا. كل واحد فينا حاطط الهدف ده قدامه. نفس الكلام يا ياسين. انا هدفي ان شاء الله ان انا اكون اصغر لعيب في الدوري المصري ان شاء الله. ان شاء الله. النادي الاهلي السنه دي في فتره الاعداد ما شاء الله يعني وفر لكم معسكر كان ناجح جدا في الاسكندريه، صح؟ يعني برضو من الحاجات الحلوه ان كل الامكانيات متواجده في النادي الاهلي. معسكر كان مهم يا تاح. كان استعداد لينا للدوري. عملنا معسكر كويس يعني كل اللعيبه. اللعيبه اشتغلت بشكل كويس، عملنا فتره اعداد كويسه. كل اللعيبه طبعا. فكان استعداد لينا للدوري. تمام. ياسين اكتر حاجه ركز عليها الكابتن اسامه زكي بقى في فتره الاعداد. ان احنا كلنا نكون قريبين من بعض. يعني كلنا نكون حابين الخير لبعض، نلعب مع بعض كفرقه جماعيه، محدش يكون بيلعب لوحده. دي اكتر حاجه هتفرق معانا السنه دي ان شاء الله. انتوا السنه دي لعبتوا كام ماتش في الدوري؟ لعبنا 6 ماتشات. 6 ماتشات، عملتوا في الماتشات؟ كسبنا 5 وخسرنا 1. وكان المباراة الأخيرة بتاعت ام بي دي اللي حصل فيها التعادل والخسارة مباراة الترجيح، لكن لسه مشوار مشوار طويل أكيد. الدوري طويل. المباريات كانت إيه يا تاح؟ كانت داخلية. فتحتوا الأول بالداخلية؟ لا، فتحنا في فاركو. فاركو؟ فاركو الداخلية. وبعد كده قابلنا المنيا. وبعد كده قابلنا فيوتشر. بعد كده سموحة، بعد كده ام بي. كلها فرقة محترمة. طبعا. السنة اللي فاتت بقى أنت لعبت الدوري وخدت الدوري، سجلت كام هدف؟ أنا سجلت 22. كنت هداف الدوري. الحمد لله. والسنة اللي قبلها برضه هداف الدوري. الحمد لله. طيب يعني احنا السنة دي عندنا منافسة قوية مع ياسين عاطف، مع تاحة، مع السنة دي سجلت كام هدف؟ أنا سجل 7. 7 أهداف ما شاء الله، وأنت لسه بنتكلم 7 أهداف في 6 مباريات. وياسين؟ 3 أهداف، فاحنا ما شاء الله يبقى عندنا منافسة قوية وعلى المستوى الشخصي لما بتحقق اهداف الدوري حاجه كويسه، لكن الهدف الافضل طبعا انك تاخد بطوله الدوري عشان يتوج الجهاز مجهود الجهاز الفني واللعيبه، والهدف الاكبر والاكبر ان شاء الله تكون موجودين في الدرجه الاولى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. احنا يعني حلقتنا خلصت يا تاحه، بس اخد منك بقى في الاخر كده يعني طموحاتك وامنياتك ان شاء الله مع النادي الاهلي. ان انا العب فيرست تيم. يعني دايما بابايا بيقول لي نفسي اشوفك في فيرست تيم، نفسي اشوفك بتلعب كده وتشارك في الفيرست تيم ان شاء الله، يعني اقدر اواجه الحاجه دي ان شاء الله واكون في الفيرست تيم في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تقدر تحقق طموحات والدك ان شاء الله، طموحاتك الشخصيه بالالتزام بالجديه بالتمرين الكويس بحافظ على نفسي وان شاء الله تكون موجود. ياسين. العب درجه اولى من وانا صغير. ان شاء الله على اخر السنه دي. طبعا هدفي الكبير ان انا احقق حاجه في النادي الاهلي ما حدش حققها.
ان شاء الله. ان شاء الله انا بتمنى لكم التوفيق تاحه ياسين، وان شاء الله نشوفكم قريب بقى في تدريبات الدرجه الاولى وتاخدوا فرصه ان شاء الله، والحلقه الجايه نستضيفكم بقى وانتم نجوم في الدرجه الاولى باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا يا تاحه. حبيبي يا كابتن، تسلم. شرفتني يا ياسين. حبيبي يا كابتن. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيوفي يعني محمد عبد الفتاح تاحه وياسين عاطف، اثنين من اللاعبين المميزين سلوكيا وايضا فنيا، اثنين من اللي احنا دايما بنتكلم عنهم هنا ودايما بنقول عندنا مواهب داخل قطاع الناشئين. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشباح.